الفيديو بقى اللي انتوا عملتوه هنا في مصر ده الفيديو اللي خلاني اتعرف على عزازي اللي هو بتاع التوك توك اللي هو لما ركب التوك توك ورحت ايه بقى احكي لنا عملت ايه شرب شاي بالحليب شاي بالحليب كانت اول مره تزور مصر ساعتها عند عم حسين رحت فين عند عم حسين يلا احفظ وبعدين الله. عملت ايه بقى احكي لنا عملت ايه بقى لما ركبت التوك توك بعدين رقصت كيكي انت بتعرف ترقص كيكي بيغني وبيبقى ايه احساسك لما تمشي في الشارع والناس تقول لك انت بقيت مشهور وعايزه تسلم عليك وتتصور معاك مبسوط جميل مبسوط طبعا جميل طيب وانت حابب ان انت تبقوا مع بعض على طول دايما يعني بتعملوا اللي انتوا بتعملوه ده على طول ايوه طب ولما تكبر بقى هتكمل ولا هتقف على كده هكمل اكيد هتكمل بس انا ملاحظ دايما ان هو بيضايقك على طول بيحب يطفش بعض ولو تنبسط بتكلم مصر والله هيقولها بالمصري قولها بالمصري بنحب نطفش بعض على فكره نطفش بعض يعني ايه عزازي كلمني كذا ما بكلمك انت دلوقتي قاعد بقيت ناس كلها بتعرفك وراجل مشهور وشفت لما زعنا التقرير عنك انت كنت قاعد مشهور جدا وبتاع مش عايز لما تكبر بقى تعمل افلام وتعمل مسرحيات وكده ان شاء الله هتعمل كده يعني ان شاء الله طب انت اكلت ايه في مصر اول مره انا شفتك منزل فيديو بتاكل حاجات ومش راضي تدفع الحساب وحاجات كده ايه اللي حصل في الموضوع ده في المطعم انت اول ما شفت الفاتوره جت رحت تجاري والله ما بدفع هو اللي بيدفع انت بتدفعش حاجه خالص هو اللي يدفع بس انت ما بتدفعش ليه مش كفايه انك كسرت له نازل عربيه في اول ما عرفته يحط سيارته عند بيتنا ليه هو يحط سيارته عند بيتنا ليش يعني هو غلط عنده بيت ما يحط سيارته ليش يحط سيارته قدام بيته قدام بيته وبيحوش الفلوس بيحوشها لبكره بتحوشها يعني لين بكره بعدين تصرف اذا كبرت صح كبرت بصرفها طب انت دلوقتي بقى غيرت بيتك بقى ووضبته كده ولا لا ايه ظبطته ظبطته ازاي بقى احكي لنا سياره كمان عنده سياره ما شاء الله عملت ايه احكي لنا ايه سويت في البيت كيف ظبطت قول لي ليش ظبطت في البيت ظبطت كل شيء ايش حد ازاي بقى كان بيت الموقف الضربة حبيبي وبعدين بقى معاك فلوس بقى وبدات تظبط الدنيا ظبط الدنيا ظبط بيتك وبقى بيتك حلو دلوقتي بيتنا مشي حلو وبعدين بقى عندك عربيه عندي عربيه ايوه وبقيت بقى خلاص تمشي في الشارع في السعوديه الناس تعرفك وكده تعرفني كل يوم كل يوم الناس تعرفك كل يوم تعرفني الناس كلهم طب ايه الاكله اللي اكلتها في مصر وحبيتها انا عارف انت بتحب الاكل فراخ الفراخ حب الفراخ انا اكلت فراخ اكلت فراخ وكلت كشري كشري انا حب الكشري وركبت التوك توك انا شفتك ركبت التوك توك ما عندكوش انتوا توك توك في السعوديه ما عندناش اديك واحد معاك وانت ماشي حبيبي تفضل لا عزازي ما شاء الله عليك طيب انا عايز اقول بقى انه من مرحله الهوايه دي لمرحله الاحتراف طبعا هو سنه دلوقتي 7 سنين سبع سنين مرحله الاحتراف بقى بعد كده يعني ما حدش عرض عليكم ان انتوا ينتج لكم حاجه صراحه في عروض بس احنا النمط اللي احنا ماشيين عليه صراحه النمط اللي احنا ماشيين عليه يعني في السوشيال ميديا اخاف لو ادخل التلفزيون بضيع انت عايز تستنى شوي لانه شوف انا الحمد لله يعني انا شغال على اللي هي ايش البساطه صحيح سناب شات انستغرام حقنا للناس البسيطه صحيح نزرع فكاهه كوميديا للناس اللي ايش اللي هي ما شاء الله تبارك الله يعني هي اللي بعد الله هي اللي رفعتنا تمام فهذا الشيء اللي مخليني طيب خلونا نشوف مقطع من الدويتو اللي بيعمله عزازي مع سعودي قوي سعودي قوي ونشوف مع حضراتكم ونرجع نتابع مع ضيوفنا نشوف